الخير، وحنا دائما معكم. شكرا على الوفاء ديالك بشرة. ناخذ زينب من الرباط. مرحبا زينب، متزوجة 10500 درهم سوء التدبير. مساء الخير زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك. غادي يكون كل شيء مزيان أكثر إلى 10500 درهم دبرتيها مزيان. وعلى مولانا. إن شاء الله. مرحبا، الله يبارك فيك. تفضل زينب. نقول لك لا تخاف، عندنا عندي اللوجمون 4000 درهم. هذا تخيط هذه؟ تخيطة. 4000 درهم. وعندي طوموبيل تقريبا تاخذ 1000 درهم. مازوت هذا. وعندي بلاتي والوريقات ديالها؟ عندي 3000 درهم اسيغونس و 700 درهم فينيات وديك 350 ديال. لا كنخلصهم كل عام. كل عام. إذن عندك 308 درهم ديال الوريقات شهريا. 300 درهم. عاد 1000 درهم هي 1308 درهم. ايوا. وعندي واحد دارت 1000 درهم. هذا ديال 1000 درهم خديتها ديجا مشات. فين مشات؟ فين صيفطيها؟ كنت ولدت عندي وليد عنده 6 شهور. بارك مسعود، بارك مسعود. زينب وحنا كنسمعوه كيبكي. هو هذا اللي كيهضر معنا. كيقول لك ماما اجي عندي خليتيني ومشيتي كتهضر مع الاستاذ من ساسي. يلا نسرعوا مع زينب باش تمشي عند وليدها. الله يحفظه لك. مرحبا. اشنو اخرى ثاني عندك؟ وعندي واحد الدار في الله جبتها دابا 5000 ريال. هي 250 درهم. صافي. وعندي نقول واحد 500 عندي التليفون ديالي انا 200 درهم. وقول زوج ديالي عنده شي 500 درهم ترونسبور مع هو بوحدو لوغيغ ديالو بوحدو بين ترونسبور بين كتمشي من 500 حتى 700 درهم في الشهر. هذا النقل ديال الزوج هذا من هذا 1000 هذا النقل اللي حسبنا الاول ديالك انت؟ ديالي انا. هكاك. وهو يا تقريبا عنده شحال انت؟ عنده من 500 حتى 700 بين ترونسبور وقهوه ولا. اذا لا خليه المصروف الجيب بوحدو، نبقى في ترونسبور بوحدو. ترونسبور حيت ما ثابتش عنده، نديروا لي واحد 400 درهم. 400 اذا غتولي عندي 1708 درهم في مجموع ديال ترونسبور. وعاد مصروف الجيب ديالو هو شحال قلتي؟ ندير واحد 500 درهم. 500 درهم وانت؟ انا والو. الجيب ديالك كيفاش والو؟ انا لا خطبت شي حاجه، ما عنديش شي حاجه ثابته. ايوا خطف. عندك الحمام ديالك، عندك الامور، انت كسيده كتحتاجي بعض الامور ديالك خاصه. اييه. انت ادرى بها. كاين بعض المرات كنقضيها بحال هكا، كنقضي زعما داكشي اللي خاصني كناخذو من فلوس المصروف ولا المهم دايره. لا نديرو لك مصروف الجيب ديالك، انا نقترح عليك وشوفي انت كيفيك ولا ما يكفيكش. 300 درهم مزيانه؟ مزيانه. ها هي 300 درهم. ايوا. الكوزينه شكون اللي مكلف بها انت ولا هو شو اللي كيتقدها؟ شديتها انا، جربتها انا واحد دابا المشكل دابا واخا مثلا انا شديتها واحد الشهر قلت انا نتكلف بها كيبقى يدخل لي فيها كيبقى يقول لي لا ناخذوا هذه لا نديروا هذه لا نديروا هذه حتى كنسالي الشهر ما بقى باش نكملوه وشدها هو شحال من مره ما كيخرجنا. واخا انت اللي خديتيها تقريبا شحال كتقسمي الشهر ياخذ لك؟ لا خديتها انا كوزينه بوحدها. كوزينه بوحدها واحد 1500 يخصني كوزينه في الشهر. 1500 لا خديتها انا كوزينه بوحدها. كوزينه بوحدها واحد 1500 يخصني كوزينه في الشهر. 1500. والمصروف ديال الوليد؟ الوليد عنده تقريبا شي 400 درهم. 400 درهم. بين حليب وكوش وداكشي الاخر. دابا الكوزينه كاين غير انت وراجلك، مازال ما كياكلش معكم الوليد. لا هذيك 1500 نبغيك تقتصدي فيها شويه. شحال يخصك الكوزينه؟ نخليها 1200 درهم. انتم جوج ديال الناس. وغادي ندير وغندير الطوارئ باش الا كان شي عجز او لا شي حاجه لان كتردعي. شحال يكون في الطوارئ؟ غادي نوصلوا للطوارئ، عندنا واحد 942 درهم شيطالينا. غادي نديروا الطوارئ واحد 400 درهم. واخا. بير الوالدين فيه شي بركه؟ وكانت فيه قبل ما نبدا التريطات ديال الضحى. بير الوالدين فيه شي بركه؟
وكانت فيه قبل ما نبدا الطريطات ديال الدار، دابا ما فيه والو. ما فيه والو، راهو ما كيف الدرياني في الوليد، راهو مكمليني ان شاء الله. المهم نتمنى الله دوز هذه المرحله هذه. دابا الحمد لله عندك دارت وعندك الادخار. ما غاديش نتكلم على الادخار، عندك دارت وعندك 250 درهم، هي 1250 درهم، ما غاديش نزيد عليها شي ادخار اخر باش ما نزيروش. بقى عندي 542 درهم، غادي ندير واحد 100 درهم هنايا بير الوالدين، خليها 100 ولا 200 ولا 300، واحد نهار انسان يدير واحد كيف تيقول واحد لو جيست. أيه. ندير واحد 42 درهم ديال الإحسان. بقى عندي 400 درهم، بقى عندي 400 درهم الصحة والملابس، غندير 200 200. مزيان الدخار لا هي ولا ديك 250 درهم دارت. اه دارت. دابا عندك مجموع الادخار بعد ما تسالي دارت، غادا تعاودي اما ساهمي فيها ولا حولي هاد الادخار، انت حرة ان شاء الله. الله يبارك. شكرا لك زينب. وقل للصغير شنو سميتو؟ تقطع الخط بان اختينا منو ماما شويه وينما ما يهزاتو سمعتي يسكت. يسمح لينا في الحقيقه يهزاتو ويسكت، الله يحفظه. الله يسمح لينا من الامهات، اجمل علاقه كاينه في الوجود على الاطلاق هي العلاقه الام بالابن ديالها. نعم. او بالبنت ديالها، علاقه ما كاينش منها جوج، الوحيده اللي ما كاينش بها حتى شي علاقه اخرى، العلاقة الوحيدة اللي من الصعب جدا أن في مرحلة من المراحل الواحد يقدر يتخيل نفسه بلا بها. حتى كان كبروا وكان ديروا الأولاد عاد كان دون فهموا طبيعة العلاقة اللي كانت بيني وبين الأم ديالي، كان دون فهموا طبيعة العلاقة اللي كانت بيني وبين الأم ديالي، عاد كان بدأ نقدرها، عاد كان بدأ نشوف حجم التقصير اللي كنت مقصر، عاد كان بدأ نشوف حجم الأخطاء وال التقصير اللي كان في حق الأمهات. هادشي علاش نقولوا زعما الله يسمح لنا. اللهم آمين. حق الأمهات. اللهم آمين. أمك ثم أمك ثم أمك فأبوك عاد أبوك. عبد الجليل من مدينة مراكش.